يستفيد، أقول يستفيد فريق ألمانيا من ركلة الجزاء. فعلا العرقلة موجودة على اللاعب جوتس. هكذا إذن فريق ألمانيا هو الآخر يلعب بتشكيلة مغايرة، لكن شوف دور المدرب، دور المدرب رائع جدا، دور المدرب رائع جدا. أوه. يا سلام على الهدف، التقدم لمنتخب ألمانيا. نعم نعم نعم، هدف جميل جميل جميل. جوميز إذن يتمكن من الوصول، وهكذا المنتخب الألماني بسرعة، المنتخب الألماني كبيرة وكبيرة جدا. كرة ملعوبة من هناك للمنتخب السلوفاكي عن طريق فيس، المحاولات، التمرير، الكرات القصيرة والتسديدة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، كم كان رائعا هذا الهدف، كم كان رائعا هذا الهدف. جميل 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 جميل، يسجله اللاعب هامسك. موجودين بألمانيا. هكذا إذن 1-1 في النتيجة. كرة مرفوعة، يا سلام على الهدف. جميل 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 جميل، يا سلام يا سلام. بينما سلوفاكيا احتل المركز الثاني، احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة. كرة مرفوعة، المنتخب السلوفاكي يضيف الهدف الثالث، المنتخب السلوفاكي يحدث مفاجأة من العيار الثقيل. شوف الركنية، شوف